السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتتبعي قناة مجد ستوديو تي في. كما العادة عودناكم فيديوهات ديما متنوعة وجديدة. قناة مجد ستوديو ما فيهاش غير فولكلور، فيها الثقافة، فيها جميع الفيديوهات، جميع الحياة اليومية، المهم نصائح، شي حاجة جديدة دائما. تبارك الله عليكم، تحية للجميع، شكرا للآراء ديالكم، شكرا للتعليقات ديالكم. المهم باش ما نطولش عليكم، فيديو خفيف ظريف الا وهو مع فصل الشتاء وحتى الربيع راه فيه البرد. جبنا لكم واحد الشوفو اللي ديال الدرويش، ثمنه رخيص وعنده ما يقول في تسخين الماء وبلاندي وكيضرب واحد المده، يعني عنده ما بحال نقولوا كيصبر السخون. المهم ما فيهش المشاكل، ماركه ديال الدرويش ما فيهاش المشاكل. المهم تبعونا حتى الاخر، غادي نركبوه ونسيوه قدامكم. وكما دوزت واحد المره الفيديو ديال شوفو ديال نيتواياج، راه نيتواياج راه بطريقه صحيحه. كان موجودين المنتقدين او اصحاب، تحيه لاصحاب المهن ديال الريباراسيون ديال شوفو، كل واحد كيفاش كيعطي الطريقه ديالو اللي كيفاش كينظفو. حنايا المهم غير كنجتهدو، كاين اللي ما بعيد عليه شي واحد، ما كاينش عنده في المدينه اللي كيصايب ليه، كاين اللي في العربيه وعنده شوفو كيصاوبو راسو. حنا ماشي فيديو كنديروه لشي حد باش كلها ورزقو. هاد الفيديو دابا ان شاء الله نوجهو للطبقة الدرويشة اللي باغيين تشوفو، ثمن رخيص وفي نفس الوقت ماركة مليحة ومزيانة. المهم تبعو معنا، غادي نشوفو نفتحو هتشوفو ها دابا هو جبتو. غادي نركبوه عندي هنا، فيه 6 لتر، لا مارك ديالو هي هادي. قرب شوية لا مارك باش تبان. غادي نفتح دابا هو هذا، شوفو جديد. المهم كيصيفطولك مع هاد الكارونتي ديالو، المسائل الفلترات ديالو، هي من مزيان تبع هاد النصائح، شوف كيفاش تتعامل معاه وكيفاش هادي. المهم هادشي ساهل يعني استعمال. كاين اللي بحال نقولو لي اول مرة ما عرفش، ما راه كيتبع هادشي. المهم حنا المغاربة معروفين اي حاجة كيفهمو ليها. تحية للمغاربة لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. المهم غادي نجبدو دابا ونشوفو الشغل كيف داير. فوالا نشوفو جديد، نبقاو نحيدو هاد الحاجة. شوفو ماركة زوينة بلاندي وفي المتناول الجميع، يعني كل واحد كيفاش كيبيعو، على حسب شنو اللي بغا يربح فيه. كاين اللي بغا يدي فيه غير شي شوية، على حسب المحلات. كاين اللي كيقنع بالقليل كياخد غير واحد شوية راه دير قيس، كاين اللي عاود كيبيع بالشبعة كيما كنقولو حنايا، بغا يزيد فيه حتى 200 درهم، حتى 100 درهم، حتى 300 درهم يربح فيه. وكاين اللي يقنع ب 50 درهم ويدوز راه يقنع. المهم هاي ديال لامارك تقرب هنا، لامارك ديالو باينة. هانتوما ديال الغاز وديال البرد والسخون، وهذا كيخدم اوتوماتيك. غير هي واحد القضية ان شاء الله غادي نستغناو على الحجر، هاد الحجر اللي كيبقاو ديما تشريهم وديما غادي نستغناو عليهم. دابا غادي نستعملو واحد القضية ديال الشارجور، غنجيبو شارجور عادي كما كتشوفو معنا. أي شارجور عندكم في الدار خاص واقف يعني، ولا خسر ليه غير داك الراس ديالو بحال هذا مبقاش خدام ولا، المهم هذا راه باقي مزيان. غادي تستعملو شارجور في بلاصة الحجر باش تستغنى على الحجر، تبقى تشريهم ديما 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 حتى هما راهم دابا تزادو في الثمن ومبقاش شي حجر. دابا شوف شري الحجر ولكن ما بقاش داك الحجر اللي دوك البطاريات كما كنقولوا حنا، كنقولوا بالدارجه الحجر هما البطاريات ما بقاش ديك الجوده اللي كانت فيهم داك الثمن، يعني اللي كيضربوا ولا بعد مده. دابا تقدر تشريهم يلاه 10 شعلات ولا 20 شعله صافي، كتلقاهم نقصوا وهما اللي كيخرجوا على ديك البريكه كيبقاو يلاشيو، وديك البريكه اللي كتطلق الماء وهذيك هما اللي كيخرجوا عليها. وزائد اللي كيخرج على الشوفو هو نصيحه، هو الماء الناقص، يعني ملي تحس براس الماء غيكون ناقص ولا غيتقطع
عارف بلي الشوفور راه كيبقى يديك لونشي وقطع راه المرة حتى هو كيدير هذا المشكل. و سميتو والريكلاج الا ما كنتيش مريقلو مزيان راه يقدر بحال نقولو كي يدوز الماء بزاف ولا كيبقى فيه الماء ويسخن. وما قضية الكالكيل راه مرة أخرى يعني كضرب به واحد المدة ديال عام عام، دابا محدو جديد أخدم به حتى الخمس سنين. هذاك اللي كنت واحد الفيديو القديم كنت خدمت درتو صابتو جديد خدمت به 6 سنين عاد درت ليه نيتواياج، يعني راه تبارك الله الخير والبركة. نيتواياج كيما راكم شفتو في الفيديو، اللي بغا يرجع الفيديو السابق اللي كيبغي عنده نشوفو قديم وكاين فيه كالكيل نيتواياج راه يتبع الطريقة الصحيحة راه غادي يكون. وتبارك الله عليكم. والمهم دابا حنا غادي نركبوه وغادي نوريكم النهاية ديالو خدام والماء ديالو طايب والمسائل. الاخوان دابا كيما تشوفوا انا ركبنا الشوفو جديد. كما كنقولوا هذا هو لونطري، هذا هو لونطري ديال الماء، هذا الغاز الوسطاني راهم كيكتبوهم هنا واحد التعليمات راه الا جيتي تشوف راه كيكتبوهم. هذا السورسي ديال الماء السخون يعني اللي منين كيخرج منه باش الانسان ما يقلبهمش ويقول لك راه ما خدمليش ولا شي حاجه. وزادوا فهاد شوفوا هاد اللعيبه الا بغيتي تقطع الضوء على منين تسالي شوفوا ما كتكونش تحتاجو كتكليك كتوطى على هاد النقيشه كتفصل لك الضوء على شوفو اللي يكون انسان مسافر ولا شي حاجه يبقى يوطى على هاد النقيشه باش يبقى ليبر. المهم دابا ركبنا شوفو امارش مزيان جربنا خدام المسخون مزيان، ولكن دار كتجي فيه ديك لابواط ديال هاد الحجرات اللي البطاريات اللي هما اللي كيديماريو شوفو هما ديال البريكا ديال الفتيله كما نقولوا اللي كيشعلوا. بغينا نستغناو عليهم جبنا لكم واحد الفكره وهي غادي نخدموا الا وهي الشارجور ديال الهاتف. هادو فيهم 1.5 الا جيتو تشوفوا 1.5 في البطاريه يعني جوج 1.5 زائد 1.5 هي 3 فولت. خص يكون شي شارجور تدبر عليه تكون فيه 3 فولت. المهم الشارجورات موجودين 3 فولت 4 فولت من الاحسن يكون فيه 4 فولت باش تكون زايده واحد شويه باش يخدم مزيان. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تبرونشيو هذاك الشيء وتبعوا معنا حتى للاخير. وضروري اللي عنده هذا الميزان ديال الامبيرمتر اللي كيعبروا به جميع لا ماس الحراره الضوء كذا، اللي ما عندوش يشوف غير ديك التيكيطه هنايا. التيكيطه راه كتكون فيها شحال ديال الفولتاج ديال اي شارجور وما يديرش ما يديرش 6 للفوق، من 5 للفوق ما يديرش الشارجور، خصو 4 3 و3. كاين واحد النوع اللي ما فيهمش لا دوز بزاف ما كيديماريوش، المهم 4 فولت راه مخير. وجميع التليفونات داك شارجور التليفون ولا راه فيه 4 فيه كذا كيخدموا مزيان. المهم تبعوا معنا حتى الاخر وغادي نوريكم الطريقه كيفاش وكتستغناو على هذا الحجر وفكره زوينه وتبارك الله عليكم. وانا نوريكم الطريقه تبعوا معنا حتى الاخر. دابا غادي نوريكم طريقه التركيب، يعني غادي تمشيو لديك البلاصه ديال الحجر راه كيكون فيها ديال البطاريات غتحيدوهم اللي كتكون فيها بليسو الموا، كتحيد واحد ليفيس هنايا كيكونوا واحد ليفيس هنايا كتهبط عندك هادي ها فين كنبرونشيو الكابلي ديال الشارجور. هذا البليس غادي تشوفوا معنا هذا هو البليس، ها هو مكتوب هنا البليس، وهذا الناقص الموا، يعني هنا كتركب البليس ديال الشارجور هنا الموا هادي صافي كتخليها فارغه خاويه. الشارجور نوريكم الشارجور اللي هنايا هو هذا الشارجور عادي ديال التليفون ومطول ليه الكابلي راني يعني مبرونشي دابا انا كنوريكم مطول ليه الكابلي باش نديرو هنايا في بريز الكوزينه ديرو في شي بلايصه بعيده كاين بريزات بزاف. المهم كديرو هنايا صافي كتبرونشي الشارجور ديالك مع شوفو تطلق الغاز ديالك. للتوضيح هادي ديال النار ديال اللسان ديال النار شحال بغيتي يكون عالي ولا قليل، هادي ديال الماء عاود واش الماء خفيف ولا يعني مجهد طلق الماء مجهد من الريبيني ولا لا باش يدوز للسخان. وهادي المعلومه هاد العلامه ديال البروده، يعني في الشتاء خصك ديرو هنا في الصيف ديرو هنايا حيت هنايا راه غادي يكون الماء سخون بزاف هنا. في الصيف غادي يكون دافي ويكون سخون عاود يعني ما كيكون كي بحال نقولوا الماء كيكون قريب سخون كيسخون مزيان هنايا في وقت الشتاء هادي. وهنا غنجربوه دابا شوفوا معانا. المهم هذه البواط خاويه كاين اللي دابا واحدين داروا كيديروا الحجر وكيدير الشارجور هنا وكيقول لك راه خدام الشارجور
هو راه عنده البطاريات راه ناسيهم هنا خدام بيهم، غير للمعلومه يعني خصها هي مفتوحه. حنا غنجربوه دابا، نطلقوه السخون ها هو نطلق، نشوف معانا النار ديالو اللي شاعله حتى لهنايا. تسالى الفيديو ومع فيديو جديد ان شاء الله، واللي عنده شي نصيحه ولا شي سؤال مرحبا به يخليه ليا في كومونتير. وتحيه للجميع وتبارك الله عليكم، ومع فيديو ان شاء الله جديد. حياكم الله وحياكم، والسلام عليكم.